بداية التاسعة من فرنسا التي شهد عدد من المدن والضواحي فيها حالة من الهدوء في الساعات الأخيرة، فرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قالت إن العنف لن يمر وسيتم التعامل معه بصرامة، وأكدت العمل بقوة لأجل استعادة النظام في البلاد. المحافظ المسؤول عن شرطة باريس اعتبر أن فرض حالة الطوارئ أو حظر التجول ليسا ضروريين، فيما نشرت الشرطة الفرنسية 45 ألف شرطي لمواجهة الشغب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.